انضموا معنا للحديث عن التجاذب الروسي الأمريكي في سوريا حول ملف المساعدات وإدخالها عبر معبر باب الهوى والقصف المتكرر للنظام على مناطق خفض التصعيد. ينضم معنا من إسطنبول المتخصص في الشأن السوري الأستاذ ياسر النجار. أستاذ ياسر، بداية مرحبا بك، كيف تقرأ هذا التجاذب الأمريكي الروسي في مجلس الأمن بشأن تجديد قرار إدخال المساعدات للشمال السوري؟ حياكم الله لكم ولمشاهديكم. يعني أنا أرى حقيقة أن الورقة السورية أصبحت الآن على طاولة المفاوضات الروسية الأمريكية. تحاول روسيا من خلالها أن تبتز وتتاجر بمصير المجتمع السوري المدني الذي ينتصر من خلال ملف الإنساني ومن خلال ملف المساعدات، ما يعرف بالمساعدات. نحن نعلم جميعا أن هناك مؤتمر برعاية الأمم المتحدة في الأيام القادمة، سيكون في منتصف الشهر القادم، سيكون بخصوص ما يعرف بالمعابر الإنسانية، المعابر التي تؤمن ضخ شريان الحياة بالنسبة للمواطنين السوريين الموجودين في المخيمات من أجل إمدادهم بالسلل الغذائية أو المساعدات الإنسانية. كل هذا الأمر تحاول روسيا أن تضغط من خلاله وتساوم الولايات المتحدة الأمريكية من أجل تحقيق بعض المكاسب لها، سواء على خريطة الحل السياسي في سوريا أو حتى على مستوى إقليمي. في حين أن الولايات المتحدة الأمريكية في الآونة الأخيرة اقتصر حجم خطابها السياسي فقط حول القرار 2533 الذي يخص ما يعرف بالمساعدات الإنسانية. إذا لم تعد الولايات المتحدة الأمريكية تطالب بمطالب بشكل مباشر بالقرار 2544 الذي هو يعتبر بوصلة للحل السياسي، أي يعني خفض سقف المطالب الولايات المتحدة الأمريكية، في حين هناك رفع لسقف مطالب روسيا. روسيا تحاول إنعاش النظام وإعادة إحيائه من جديد على خطى يعني سياسية، تريد أن تقول أن هذا النظام استتب به الأمر من ناحية الميدانية العسكرية. ولطالما تبجحت روسيا وقالت أن الحل في سوريا هو حل سياسي وليس طيب حل عسكري، ولكن بالنتيجة نعم. يعني روسيا تذرعت أكثر من مرة بأن موافقتها سابقا على القرار كانت بسبب عدم أهلية النظام، هكذا يعني وصفت. برأيك يعني إلى أي مدى ترى بالفعل النظام قادر على إيصال المساعدات إلى كل السوريين بعدالة؟ يعني روسيا عندما تصر على أن يكون النظام هو الفاعل الرئيسي في هذا الأمر، ليس غايتها أن يساهم النظام حقيقة في المساعدات الإنسانية. هناك تقارير أممية بخصوص المساعدات الإنسانية التي تدخل عبر مناطق النظام، كيف أن هناك 60% منها ضمن المسروقات وتستخدم في إطار يعني ليس المساعدات الإنسانية بالشكل الذي ترتئيه الأمم المتحدة. أنا بتصوري روسيا هي تساوم على هذه القضية فقط من أجل إنعاش النظام وليس من أجل قدرة النظام من عدم قدرته. نعلم جميعا أن النظام سيطر على مناطق في الجنوب السوري في حوران، حتى هذه اللحظة لم يقم بأي دور لا على المنحة الإنسانية ولا على منحة إعادة الإعمار أو إعادة تأهيل البنى التحتية. إذن النظام غير مهتم أصلا في ولكن هناك يعني أيضا هناك أمر يعني بالتوازي مع ذلك، إذا كان النظام يريد تولي هذه المهمة الإنسانية، ماذا يعني استمرار قصفه المدنيين في إدلب؟ وهذا هو السؤال الأهم الذي يمكن أن يكون في مواجهة يعني المساعي الروسية. عندما تكون روسيا تقدم النظام على أنه قادر على إيصال المساعدات الإنسانية بطرف، ومن ناحية أخرى هو يقوم بقتل المدنيين وإعادة تهجيرهم من جديد ولا يسمح لهم بعودتهم إلى مناطق يعني أعمالهم وأرزاقهم وأراضيهم الزراعية. إذن هذا النظام لا يؤتمن على المجتمع السوري من أجل إعاشته وإغاثته من جديد. أنا بتصوري النظام سيساهم من خلال استخدامه للمعابر الإنسانية أن تكون فقط من خلاله في معاقبة الشعب السوري، معاقبة الحاضنة السورية في مناطق الشمال. أنا لا أتكلم عن 100 أو 200 ألف، أنا أتكلم عن 4 مليون سوري سيكونون ضمن إطار العقوبة أو العقاب الجماعي، وهذا ما تشرعنه الأمم المتحدة من خلال إغلاقها للمعابر الإنسانية ومن خلال يعني القبول بمساعي روسيا هذه. أنا كما ذكرت في البداية، روسيا تحاول أن تتاجر بالناحية الإنسانية للشعب السوري بقود ومعيشة 4 مليون سوري موجودين في مناطق الشمال من أجل فقط أن يحقق النظام مكسبا سياسيا، لا أن يقوم ولم يقوم النظام بأي دور في مسعى لا للمصالحة ولا للحل السياسي. يعني ما البديل اليوم أمام السوريين لإدخال المساعدات لأكثر من 5 ملايين نازح ومدني في الشمال السوري؟ يعني أستاذ ياسر، هذا رقم من السوريين، هذا من جانب آخر.
يجب أن يكون هناك مسؤولية للمعسكر المقابل يتخندق في خندق النظام. يعني عندما نقول روسيا وإيران نجد أن هناك إنجاز، وعندما نقول مجتمع غربي متمثلا بعشرات الدول التي من المفترض أنها تقف مع الشعب السوري لا نجد أي إنجاز على أرض الواقع. إذن هناك مسؤولية أممية، هناك مسؤولية دولية، وأيضا مسؤولية من قبل المعارضة السورية والفصائل المسلحة وقوى الأمر الواقع التي تحت يعني حجم، هناك حجم من المواطنين السوريين التي هم من مسؤوليتهم هم. لذلك أنا أرى المنظمات الإنسانية لديها بدائل، الولايات المتحدة الأمريكية تسوق لمشروع أنها تستطيع أن تمد المساعدات بمعزل عن الأمم المتحدة، وهناك أيضا مخاوف روسية والنظام من عدم ضخ الأموال من قبل الولايات المتحدة الأمريكية والمجتمع الغربي لمساعدات إنسانية بخصوص الأمم المتحدة، وبالتالي يكون هذا الأمر أيضا مشكلة إنسانية في مناطق النظام. إذن هذه المحاولة الروسية هي عبارة عن عرض على الأطراف والأصابع وليس من أجل إنجاز حقيقي. نعم، من إسطنبول المتخصص في الشأن السوري الأستاذ ياسر النجار، شكرا جزيلا لك.